أميرة مغربية هي ابنة ملك وأخت ملك وحفيدة ملك. عاشت واحدة من أجمل قصص الحب داخل جدران القصر الملكي المغربي، والراجل اللي عشقها حارب التقاليد والأعراف غير على ودها، وواجه الأب ديالها اللي هو الملك الحسن الثاني أصعب وأقوى رجل بالمملكة المغربية آنذاك باش يتزوج أميرة القصر الهادئة والرزينة. والخبر ديال الطلاق ديالها من المحبوب ديالها شكل صدمة للمغاربة، وهذه الأميرة هي صاحبة السمو الملكي الأميرة للأسماء العلوي اللي تعرفت بأميرة الفقراء والضعفاء. فشنو هي التفاصيل ديال حياتها والأسرار ديال الثروة الهائلة اللي كتمتلكها، وكيفاش حارب الزوج ديالها الجميع باش يديرها زوجة ليه، وشكون هما الأولاد ديالها، وعلى سيرة قصة الحب ديالها بالطلاق. هادشي كامل غادي نعرفوه في هذا الفيديو، فما عليك غير تتبع الفيديو حتى التالي باش تعرف كل شيء. الأميرة للأسماء شافت النور لأول مرة سنة 1965 في القصر الملكي بالرباط، كتالت ابنة للملك الراحل الحسن الثاني مع الزوجة ديالو الأميرة اللطيفة حمو، وهي أصغر بسنتين من الأخ ديالها محمد السادس، وكانت هي أقرب وحدة منه من بين جميع الأشقاء ديالو في الطفولة ديالهم. قرأت الأميرة في المدرسة المولوية داخل القصر الملكي بحال جميع الأمراء والأميرات المغربيات، وكانت معروفة بالدرجات العالية في الدراسة ديالها من بين الجميع، وكانت كتقدر تهضر بالعديد من اللغات وهي باقا صغيرة. وتعرفت من الطفولة ديالها بالمشاعر الرقيقة والحب ديالها لعمل الخير ومساعدة المحتاجين، فدوزت معظم سنوات الطفولة ديالها بين جدران القصور الملكية، وتربت على الطريقة المخزنية الأصيلة حتى خدات شهادة البكالوريا ديالها. ومن بعد ما شاف الحسن الثاني الطيبة والتعاطف ديالها مع الجميع، قرر باش يعينها رسميا بجمعية رعاية الفقراء والمحتاجين وخصوصا أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكلفت بنفسها باش توفر المدارس لتعليم الفتيات والنساء في البوادي والقرى، وكذلك تعرفت بحبها الكبير للحيوانات ووفرت مراكز لرعاية الحيوانات بالاسم ديالها في مختلف مدن المملكة المغربية. ومباشرة من بعد زواج الأخت ديالها الأكبر بدأت قصة الحب الأميرة لدى أسماء المميزة اللي كان البطل ديالها هو الشاب خالد بوشنتوف، رجل أعمال من مدينة الدار البيضاء وعضو بجامعة المغربية للملاكمة. والأب ديالو هو بوريت بوشنتوف رئيس بلدية الدار البيضاء ما بين سنة 1970 و 1996. خالد بوشنتوف عشق الأميرة لدى أسماء فشافها لأول مرة مباشرة في واحدة من المناسبات الملكية الرسمية، فشاف فيها وابتسم وحتى هي بدلته ابتسامة خجولة، وفي ذاك اللحظة عشقها وبغاها تكون زوجة لي وأم الأطفال ديالو. ويقدر يبان للبعض بأن خالد عنده منصب ومكانة مرموقة، ولكن باش تزوج بأميرة مغربية ماشي بداك السهولة اللي كتظن، لأن الأب ديالو مجرد رئيس للبلدية وهو أيضا واحد من مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار، وهذا الأمر هو اللي كيخالف قوانين القصر الملكي اللي كيمنع زواج الأميرات من الرجال السياسيين لتجنب الخلط بين السلطات. زائد أن الأب ديالها هو الحسن الثاني أقوى وأصعب رجل بالمملكة المغربية اللي كان معروف بالشخصية القوية والصارمة ديالو، فهنا ما كان حتى شي حل للشاب خالد من غير أنه يطلب المساعدة من الأب ديالو اللي وعده باللي غيدير كاع اللي في جهده باش يحقق الحلم ديال الابن ديالو ويزوجه بأميرة أحلام. ومن بعد مرور عدة أيام زاد الإصرار ديال خالد والتعلق ديالو بالأميرة، وهذا الشيء لاحظوا الأب ديالو وجميع المقربين منه، فقرر الأب ديالو ياخذ المغامرة وهضر مع الوزير إدريس البصري اللي كان من المقربين من الملك الحسن الثاني آنذاك، عاود ليه شنو واقع وطلب الاستشارة ديالو. وفعلا إدريس البصري قال له بلي غادي يهضر مع الحسن الثاني في أقرب فرصة باش غادي يشوف بلي الوقت مناسب، ولكن الأمر خدا بزاف ديال الوقت، وهذا الشيء اللي خلى خالد يفقد الأمل ديالو، حتى صونا هاتف الأب ديالو بخبر اللي فرح عائلة بوشنتوف كاملة، والمتصل هو إدريس البصري بنفسه باش يقول لي بلي الحسن الثاني قبل طلب خالد وكيسمح ليه باش يتقدم لخطوبة بنته، من بعد ما خدا الوقت الكافي في البحث عليه ولقى فيه الاجتهاد والاخلاق اللي غيناسبوا الابن ديالو للا اسماء. وما داش بزاف ديال الوقت حتى شافت مدينه الرباط حفل زواج اسطوري بمناسبه زواج السمو الملكي الاميره للا اسماء، وهذا الزواج كان اقيم على الطريقه المغربيه الاصيله، ولبست الاميره القفطان المغربي مزين بخيوط من ذهب، وكانت الابتسامه الكبيره ما كتفارقش وجه الشاب خالد اللي ربح بفتاه احلام والاميره المغربيه المميزه. ومن بعد الزواج ديالهم زاد الحب والتفاهم ما بيناتهم، وقدم خالد يد المساعده للزوجه ديالو باش تطلق اول مشروع ديالها اللي هو شركه يانو العقاريه، زائد الاستثمار ديالها المبالغ كبيره في شركه اطلس اللي متخصصه في تصدير الحوامض واللي كتمتلك من لها ما يقارب 50% من حصص الشركه ومئات الهكتارات
من الأراضي الزراعية، ومن بعد نشأت شركة دول للتنمية برأس مال اللي كيفوت 100,000 درهم. وبالفضل ديال نصائح الزوج ديالها ولات شركة ضخمة وعندها العديد من الفروع حول العالم، وهادشي اللي خلى الأميرة تعربي سيدة أعمال ناجحة، وهادشي اللي خلاها تزوج الشقيقات ديالها للا حسناء ودلا مريم في الثروة ديالهم. ومع ذلك بقات محافظة على البساطة ديالها والتواضع ديالها، وغالبا كتفضل أنها تبقى بعيدة على الأضواء الشهرة والإعلام، حيث أغلب الظهور ديالها كيكون مرتبط بالأعمال ديالها أو الرعاية للجمعيات الخير اللي متكلفة بهم، أو في المناسبات الرسمية الخاصة بحال الزواج ديال الأخ ديالها محمد السادس أو الأمير مولاي رشيد. وبالفضل ديال المجهودات ديالها الكبيرة في المجال الخيري، قدرت الأميرة تربح وسام العرش المغربي ووسام ملكي البريطاني ووسام التقدير من إسبانيا. وترزقت الأميرة للأسماء من الزوج ديالها بالمولود ديالها الأول عام 1988 اللي سماه الملك الراحل الحسن الثاني بمولاي اليزيد، وكذلك المولودة الثانية للا نهيلة سنة 1992 واللي في عمرها حاليا 36 سنة. وتنشرت الصور ديالها لأول مرة في حفل الزواج ديالها من الشاب علي الحاج في سنة 2020، وبسبب وباء اللي كان في هذاك السنة قرروا أنهم يديروا غير عرس ما بيناتهم، يعني حفل بسيط. وحاليا راها ترزقات بالمولود الأول، وكيف ما شاف الجميع المقربين من القصر بالعلاقة المميزة اللي جمعت الأميرة للا أسماء بالزوج ديالها والحب اللي دام ما بيناتهم لسنوات قبل ما يتم إعلان الطلاق ديالهم. وهذا الخبر ما كان كيتوقعه حتى شي واحد، وفاجئ بزاف الشعب المغربي، ولكن الطلاق ديالهم تم باحترام وتقدير بلا حتى شي مشاكل ما بين العائلتين هذه، بحال شخصية الأميرة المعروفة بالرزانة والتباس ديالها. وهذا الشيء اللي خلى الجميع يتفق باللي الطلاق ديالها كان لسبب وجيه، لأنه اللي كيوقع ما بين الزوجين كله أسرار، وحتى واحد ما كيعرف شنو كاين ما بين الزوجين واخا تشوفهم فرحانين. وكتبلغ الأميرة حاليا 57 سنة من العمر ديالها، وعندها مكانة خاصة في قلوب المغاربة وما داخلة في حتى شي شبهات أو إشاعات، وأغلب الأوقات ديالها كتبعد على الرسمية والأضواء، وهي بسيطة في الظهور ديالها وفي الطريقة ديال الحياة ديالها. وهادشي علاش لقبوها المغاربة بلالة أسماء نصيرة الضعفاء والفقراء، وهادشي بسبب اللي قدمته من أعمال الخير والدعم المخصص للأطفال، وهادشي اللي كيأكدوه جميع المقربين منها. عمليات التشخيص المبكر للسمع لدى الأطفال حديثي الولادة وأيضا الأطفال الذين هم في حاجة إلى عملية زرع القوقعة. هي مبادرة زوينة أن الأميرة للا أسماء يعني تقوم بهذه المبادرة هذه ديال أنه نعرفوا التربية واش كتسمع من يعني من الأول باش. وكذلك فهي كتعشق تسافر للمدن الصغيرة وسط الطبيعة والأجواء الهادئة، بحيث أنها كتدوز أغلب الأوقات ديالها بعيدة على الضجيج والصخب المدن الكبيرة، وكيعتبروها المغاربة رمز للمرأة المتواضعة والبسيطة، وعندها قلب حنون اللي كتحس باحتياجات الشعب ديالها، وكتدعم الفقراء والمساكين في مكانه في المملكة المغربية الشريفة. والله ينصر السمو الملكي الأميرة للا أسماء. فشنو هو الرأي ديالكم بالأميرة للا أسماء، وكيفاش كتشوفوا الشخصية الطيبة والحنونة ديالها؟ شاركونا الرأي ديالكم لتحت في التعليقات، وشوف معاك هاد الفيديو وانا متأكد باللي راه غادي يعجبك.